بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة أقدم لكم طريقة عمل الكبابي على الطريقة الدمياطية بتفاصيلها سهلة وبسيطة خالص. المكونات ايه؟ ده رز مطحون مغسول كويس ومنقوع في مية حوالي من ساعة، ونشفته وصفيته في المصفى، وبعدين فردته على قماشة لحد ما نشف. طحنته في الكبة بتاع الخلاط، لو ما فيش عندك اطحنيه في المطحنة بتاع البهارات بقى بالشكل ده زي الدقيق بالظبط. دي حوالي من 3 بطاطسيات مسلوقين ومفرومين كده، مهموم بصل مفروم، بصلتين كبار، شوية شبت أبو بقدونس، ثوم مفروم، بهارات والملح. أول حاجة نسمي الله، نحط طبق كبير عشان نعرف نقلبه مع بعضه، ننزل بنص كمية البصل، سيب شوية لو احتاجناهم هنحطه، البطاطس، والثوم، البهارات والملح. انت طبعا هتبقي تظبطي الملح بتاعك في الاخر، وشوية من الخضرة، ونقلب كل دي مع بعض. لحد ما يتجانس مع بعضه. طيب لو لقيتيها محتاجه ناشفه لسه وما تعجنيش، تعملي ايه؟ تحطي بقيت نص البصل اللي عندك، لو حطيتي برضو ولقيتيها لسه ناشفه تبشري لها قرص طماطم في المبشره وتحطيه معاها، بيديها طعم جميل. طيب لو لقيتيها سايحه معاكي ومحتاجه حاجه تمسكها، تحطي لها شويه دقيق صغيرين. قلت لك على الطريقتين اهو عشان ما تحتاريش وانت بتعمليهم. امسح الاسلام. لقيتها محتاجه احط بقى كميه البصل اللي عندي. ايه معلش، محتاجه حاجه بس هي عايزه تعجن بس شويه. هوريهالكم في الاخر ازاي لازم انزل على الارض عجينه. نسيت اقول لكم في الاول ان كميه الرز ده انا عاملاه كيلو رز، لو عايزه تزودي عايزه تقللي براحتك انت، لكن الكميه دي انا عاملاها كيلو رز. بدات تلم، معلش محتاجه حاجه خالص تتعجن بس. خلاص بعد ما اتعجنت بقى كتلة واحدة، ايه مش محتاجة اي حاجة. اغسل ايديا بقى واصبعها واوريها لكم ازاي. جبت صينية ورش دقيق خفيف كده، حطيت هنا برضو معايا شوية دقيق في نفس الطاسة اللي عجنا فيه عشان لما تلزق في ايدي امسح بيه. اعملها كده كورة، ادي الليمونة، تعمليها كده بنفس الطريقة دي. نعمل واحدة كمان. عجينة حلوة ومتماسكة. ليه؟ هعمل واحدة. اعمليها كده، اعمليها عايزة تعمليها صوابع. هنقطع بصلة ونسيبها تحمر، لازم البصلة تحمر قوي. ديت بقى التكة اللي في الكبابة على الطريقة الدمياطية.
اللي كانوا امهاتنا وجداتنا الله يرحمهم هم اللي كانوا بيعملوها. هتنزل لهم ده تطلع في واحد والله في واحد بدأت البصلة تحمر، عايزاها كمان تغمق شوية بس ما تسيبهاش تتحرق قوي علشان ما تمررش. طب هنعمل فيها ايه؟ باخد البصل ده مع قرص طماطم واحد وشوية مية صغيرين واضربهم في الخلاط. خلي بالك حط شوية مية اشيل الحلة من على النار واحط ايه قرص طماطم واحد واضرب ده الشكل اهو. بعد ما خلصته الصلصة اللي ضربتها في الخلاط مع بصلة وقرص طماطم، ممكن ما تحمريش البصل او ممكن تصفريها بس، وبس تكتري لها الطماطم وتعملي لها صلصة. لازم ما تحطيش الكبابة في الحلة الا لما المية تقلب كده وبالراحة خالص، وما تيجي تقلبيها تقلبيها في اتجاه واحد مش زي الرز او حاجة تانية، لا في اتجاه واحد كده مثلا. احط الكمية كلها واسيبها بقى تستوي على نار هادية واقلبها علشان ما تلزقش مع بعض. وما تستوي اوريها لكم هيبقى شكلها ازاي.